بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى على الجميع بأن الآن أصدرت المحكمة ديال الاستئناف الدار البيضاء يعني في جرائم الأموال قرارها الابتدائي والذي قضى ببراءة المتهمين في قضية الدكتور تازي من جميع ما نسب إليهم فيما يتعلق بالتجار في البشر، لأن التجار في البشر لا يخفى على الجميع هناك فصول 448 من واحد إلى 448 سعود، وهي مجموعة من الفصول تعاقب مجموعة هذه الأفعال، ولذلك نقول لما نسب إليهم ولا نعتبرها جريمة واحدة لأنه في مجموعة هذه التصرفات. هذا اللي خصنا نعرف الرأي العام. الحمد لله الذي أقول بأنه هذه البراءة اليوم اللي أصدرتها المحكمة وعدم وجود يعني الأركان ديال هذه الجريمة في هذا الملف إن دل فإنه يدل على الصحة ديال المجتمع ديالنا المغربي، ما فيش هذه الظواهر الخطيرة التي تتعلق بالتجارة في البشر. هذا من جهة. من جهة ثانية هذا يزيد أكد على أننا نثق في قضائنا، وأنا قلتها في لقاءات سابقة على أنه ليس هناك تجارة في البشر وليست هناك العناصر التكوينية للجريمة. الأحكام التي صدرت اليوم تتراوح ما بين سنة موقوفة التنفيذ وهي التي تخصنا نحن في كدفاع على من نتولى الدفاع عنه، وباقي المتهمين ما بين يعني 3 سنوات إلى 5 سنوات. هذه هي العقوبات. أعتقد بأنه في نظر البعض أنها جد قاسية 5 سنوات، ولكن هذا مجرد حكم ابتدائي لعل يعني نشر الدعوة القضية أمام أنظار الغرفة السينافية ديال الجنايات، وهو الذي سيعطي إن شاء الله الأمل لهؤلاء ليبينوا للمحكمة لأنهم أبرياء من منسوب إليهم. هذا هو اللي نقدر نأكد لكم. نعم. دكتور تازي وهو الآن كان التبرئة دياله من جريمة التجارة في البشر كما قلنا مشاركة، وكانت التبرئة دياله كذلك من النصب، ياك، وهذه يعني الأمور المستجدات. يعني أنا كنت أقولها دائما في جامعة التصريحات، كنت دائما أقول بأن الدكتور تازي بعيد كل بعد عن هذه الأفعال، وفقد صدق يعني الحدس ديالي والقراءة ديالي كانت صادقة، والحمد لله أنه أخذ هذه البراءة دياله وسيعانق الحرية إن شاء الله اليوم بعد إتمام الإجراءات المسطرية. نافذة في حدود سنتين، ورفات سنتين. الزوجة ديالو 5 سنوات، 5 سنوات، وأخ ديالو 5 سنوات، وباقي المتهمين 4 سنوات و3 سنوات. هذه هي العقوبات. نتمنى أننا في الاستئناف نبذل الجهد ويعني أكثر من مما بذلناه، ونتمنى أن نسلط الضوء على النقط اللي هي باقة من موضوع نقاش وغامضة حتى تتضح الرؤية، وإن شاء الله ستكون الكلمة للمحكمة ديال الاستئناف ونأخذ البراءة بإذن الله. هذا هو اللي نقدر نقول.